واو. يلا خليني اطف شوي. حطها هون يا جماعة. من جد من الاكلات الطيبة. شوف شوف مليان هون، وهذا كله بري يعني. في ريحة مشاوي رح تقتلني. طبعا اول امبارح احنا اكلين مشاوي. ايه بس انه انا كثير بحب المشاوي. طبعا انت بتحبي المشاوي حبيبي، لانه انا اللي بحضرها وانا اللي بتبل اللحمة وانا اللي بشكل انا بقعد جنبك على النار وانا اللي بشعل النار وانا اللي بشوي اللحمة. انا بشعل النار، بعمل حريق بالبيت. اخ يا جماعة يا جماعة، شو مشاوي ولا فاهيتا؟ شو بتقولوا؟ فاهيتا فاهيتا مشاوي فاهيتا. طب مشاوي. طب ليك ويكو، انا وبابا بنقول فاهيتا، انت بتقولي مشاوي. اللي بده فاهيتا يرفع ايده. لا لا لا، اللي لا. بده مشاوي يرفع ايده. واو، وراي الخضرة والفواكه. واو، شو هلا بدنا نجيب؟ بدنا نجيب فلافلة خضرة وحمرة، لاني في واحد اجى شال الكيس بطريقه ليش هيك شاله؟ هلا بدنا نعمل فاهيتا، كثير جوعانين، مع انه انا جاي على بالي مشاوي، بس في حدا بده يعمل فاهيتا؟ يا جماعه والله طيب. فبدنا نجيب فلافله خضراء، فلافله حمراء، درة، فطر، دجاج عنا، ونشوف كيف بدنا نعملهم. تعالوا انتوا كمان بدك تعصر؟ امتى ما يشوفها يا جماعه بده يعصر، ما بقيله. ها ها ها، اول وحده بنشيلها ولا هي كبيره او لا؟ هي اصغر وحده. هديك لا، في اصغر. واو جد، هيدي اختراع. هيك شو جبنا؟ فطر، بدنا درع. بدنا نجيب كاري كمان. الفاهيتا دول. واو. ما وراء الكواليس هو انه لؤي هو يلي عم بيقطع الدجاج. لازم مش انا اللي يعني اللي ما وراء الكواليس يا جماعه. انت وراء الكواليس، حياتي تارك لك الخضره كلياتها تعمليها. شكرا حبيبي. بعد ما رجعنا على البيت وجبنا كل الغراض، هلا بدنا نغسل كل الخضره اوكي، ونحضرهم على الطاوله، ونبلش نعطيكم المقادير لحتى نعمل اكله كثير 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 طيبه، واللي بتبلش بحرف الفاء. فهيتا عم ينحط فيها جاج كله. كيلو جاج. كيلو جاج. مبدئيا كيلو جاج. فواكه. لا شيلوا احذفوا المقطع. لكم لكم. انا فكرت هي تفاح اول شيء، وهيدي مثلا بندورة. مبين واضح من الموضوع انه نحن ما بنطبخ كثير بالبيت، فهلا عم نحتفل انه نحن عم نطبخ بالبيت. او ماي جاد، عم نطبخ. نحن بنحب الطبخ، يعني بنحب الطبخ كثير، بنحب ناكله، بس المشكلة ما في وقت. هون الحياة جينا لهون كثير كثير كثير، حياة عملية، يعني كورسات، لغة جديدة، الفيديوهات، تعديل الشهادات، يعني كل شيء عم ياخذ وقت مننا ومن حياتنا، بس اليوم بدنا نطبخ. يعني ذيك المرة عملنا بيض مقلي وهلا عم بيقطع فروج، كثير هيك كثير هيك صار بدنا نجوزك حبيبي. عم بمزح. هاي الكل، اليوم فيديو جديد ولأول مرة على القناة انه نحن راح نطبخ سوا. فتخيلوا شو بدنا نطبخ. قبل ما نبلش الفيديو، قبل ما نبلش الطبخة الطيبة اللي رح نعملها، ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. يلا نبلش. هلا بعد ما حطينا كيلو فروج هون، بنحط معلقة كاري اوكي تمام، وبنحط كمان وين البهار الاسود على الطاولة. بهار الاسود، بنحط شوية بهار اسود، بنحط شوية زبدة وشوية زيت، وبنبلش نقلي الفروج. برق شوي بس لقلك شغلي وعلى ما هيك. بتحبوا ساعدكم ولا بضل اشراف انا؟ لا حبيبي، هلا نحن تاركينها في البصلات. بس بدنا نحط شوية كاري هون. الكاري طيب كثير كثير، بيعطي طعمة طيبة. للجي جي. واهم شيء انه ما له حد يعني. ايه. انا كثير جوعانة، بس جاي على بالي حدا يطبخ. حبيبي.
انت وعدتينا برز مع بازيلا مع الفاهيتا. انا؟ ايه بذكر بيوم من ذات الايام. انا؟ ايه انا متذكر؟ فا ايه يعني على روعة يعني كمان تحطيها بالمكونات هيدي وبالتحضيرات وبالانتاجات. لك يخليلي يلي عم بيقطع. ليكم احلى تقطيعه. واو. يا جماعة اطيب رز بتعملوا تاني. هلا اول شيء بدنا نحط الرز هون عملت كاسة واحدة بس. بدنا نخسه ونحطه هون. طبعا مع بازيلا. مع بازيلا بس البازيلا كثير كثير كثيرة. ايه معلش انا كثير هيك بحبها. ما انت يعني على فكرة بتعرفي انه لو قلبي مشينا كلها على كيفه. ايه وبيطلع يعني اخر شيء كثير طيب الاكل. مثلا هذاك اليوم كنت عم بعمل شو بسموه؟ محشي. طبعا ما تفكروا يعني ثاني كل يوم بتعمل محشي، المرة الوحيدة انا ما في محشي. بس الفكرة انه لؤي بده بندورة بقلب مية المحشي خلاه يعبيه. طلعت طيبة ولا لا؟ طلعت طيبة بس هي ما بتنعمل هيك. بس طلعت طيبة ولا لا؟ بس ما بتنعمل هيك. بس طلعت طيبة. بس ما بتنعمل هيك. بس طيبة. بس ما بتنعمل. معلم البصلة اللي بعدها انا بقطعها. بابا انا ما بدي اخليك لانه عن جد ليك عيوني بلشوا يهبوا. هلا بس شنطت عم بمدح عم بمدح. يلا خلصت شنطة. شيل البصل بس عليك. شو حلو اول مرة بيعمل هيك شيء لورا، فحاسس انه عم بيعمل انجاز بالحياة. هذا حلو جميل قطعنا البصل كله عن جد؟ على فكرة عملنا فرامة بصل. واحد اثنين ثلاثة شم. واحد اثنين غمض لا لا شم. أربعة ما بصير. أنا لا حرام بس هذا شم نفسه. لا واحد اثنين ثلاثة. ليكم كمية البصل هيك ما بقى يتحملوا. لحمة الفروج بعد ما عم نحمرها بالكاري والبهارات والملح صارت جاهزة لنضيف عليها البهار. ليكم والرز والرز بلش يغلي. حطيت معه اشي كتير طيبة مثل مثلا اصبع تعليم وقرنفون. هيك حبوب صغيرة فرح يطلع منكه بطريقة. حطيت له كاري وحطيت بهارات مشكلة هيدي السبع بهارات وبازيلا وملح وبس. ما كنت سوي اول مره بحياتي. هلا بعد ما يخلص جورجيو تقطيع الفطر انا ما عم صدق انه هو كل شيء قطع يعني الفطر وال هذا الفطر لوجع الظهر. الفطر والفلافله كل شيء هو قطع يعني عم بتصدق انه اي قطع البصل بس انا شو عملت الرز. بابا انا شايفك الفطر ما عم تقطعه عم تشقفه تشقيف انت يا جماعة كأنه هيك ماسك الفطر هيك عامل فيها. آخر ثلاث فطريات باقيين. آخذ الموضوع كتير بجدية وكتير متحمس للموضوع. واو لك وكل هدول هن كل المكونات مجوجي قطعون يعني. هلا بدنا نضيف كل هالمكونات هون. يلا يا عين يا عين. واو كتير 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 شكلها طيب. طبعا هلا المكونات السرية الأخيرة هي الشغلة جربوها يا جماعة. بتحطوا صويا صوص. ليكوا قد ايه؟ جورجي كمان يحط تجربة. هلا جورجي بحط العسل. عسل اوكي. كمية كبيرة من بنحط لا كمية شوي من العسل شوي. يس حط عسل بنص ولا كمية هيك؟ حط حرك حط هيك. ايوه حط 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 كمان 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 كمان. واو 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 بس في منهم في ممكن يعني يتعود عن العسل بسكر بس مو لا يفضل يعني. ما حط كولا ما حدا يستغرب عن جد بس مو كثير بنحط كميه كثير صغيره. واو وبنشرب الباقي. لا ما بنشرب. هات حاج حاج مامي حاج كمان. هي الدرع فكره لوجع الظهر. شو دخل وجع الظهر؟ لأنك عملتيها حياتي تكون دواء. كل شيء وجع ظهر، وجع راس، وجع قلب. وجع قلب؟ وجع قلب. لك آه. قولي لي بس أكلوكي. وبالفاهيتا حطوكي. ليكو خلصت الفاهيتا، ليكو ما أطيبها.
انا ما عم صدق انتم ما عم تعرفوا بالنسبه لي هي اول مره جورجو بيساعدنا باكله تقطيع طبعا. يلا جورجو تعمل كل شيء كل شيء كل شيء. ومين احلى صحن وارفع صحن؟ اكيد انا يعني انا شيف براق. امسك الصحن هيك. يلا شيف براق. اوكي نعمله هيك. هلا يا ويل. بعدين ناخذ هذه الفاهيتا ونصب على بال بالنا. نطفي تحت اول شيء. نحكي هيك. اوكي. نصب حوالين. بس في شيء ناقص ما مثلها؟ الطاولة صار. بتكون أكلة اليوم رائعة. مطب. لا 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 ما يخلك شيء. يا جماعة بدت من الجوع. يا عيني. واو 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 واو. هذا الصحن اللي عملته وهذا الصحن اللي جورجيو عم يخترعه ما بعرف شو عم بيعمل. عم بيحط مايونيز. واو. بده خبزة معه. كيف بدك تحطها؟ شو عم تخترع بابا؟ لك كيف عملت شكله؟ على الطاولة شد. واو أحلى صحن. اكتبوا بالكومنتس مين أحلى صحن. هلا بقي له أي زين صحنه. لك يا جماعة. لك شبك يا جماعة بالطنجرة بدي آكل. لك مش طبيعي. عن جد شكله بدي آكل بالطنجرة. زين ومدري شو قالوا زينة وزبت وحمغلو. لا 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 لا. هذا صحن إنسان جوعان. هذاك صحن واحد رايح يتسلى بالمطعم. لحبيبي ليك ما إيش ما تكتبولنا بالكومنتس تحت مين أحلى صحن؟ لؤي جورجيو. عجبني صحن جورجيو كتير كتير مرتب ليك الشوكة والمعلقة كيف؟ والله صحني. كلنا مبسوطين بفيديو اليوم لاني عن جد عملنا شيء كثير انبسطنا فيه. جورجيو عمل شيء اول مره بيعمله. يلي حب قطعت كل شيء الا البصل. يلي حب فكره انه هيك نطبخ ونعمل ونساوي فينا نعمل لكم اكلات ثانيه. حطوا لنا لايك. اولا بهالطريقه انتم بتشجعونا انه نطبخ اكثر لاني بنعرف نطبخ وبنحب نطبخ بس كل مره في وقت ما عم بيكون معنا الوقت يعني لصالحنا. فاكتبوا لنا بالكومنتس تحت اذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات لحتى نضل نطبخ معكم. وكمان خبرونا بالكومنتس مين بيحب يعمل هيك اكلات وجربوها والله طيبه. وكمان شغله انه اكتبوا لنا بالكومنتس مين احلى صحن بيناتنا. اكيد انا اكيد اكيد انت اكيد. لا انت برا حبيبي برا الموضوع. انت اكل الجوعانين. انا وجورجيو جوا التحدي. بس هلا قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب سبسكرايب لايك وشير وسبسكرايب.